بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب والأهالي الكرام، وفي فيديو جديد على غير العادة لن نتحدث به عن شرح لمادة دراسية، ولكن بسبب كثرة الطلب للتحدث عن وقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية لنشر هذه الطرق، خصوصا في كثير من المغالطات والطرق الخاطئة التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تكون في أغلبها طرق خاطئة. فسنقوم في هذا الفيديو بشرح 10 طرق للوقاية من فيروس الكورونا. نرجو منكم أن تنشروا هذا الفيديو حتى تعم الفائدة على جميع المشتركين و الناس، ويقينا الله سبحانه وتعالى من هذا المرض الذي والوباء الذي بدأ ينتشر في بلدان كثيرة من العالم. هذه النصائح التي سنقوم بسردها هي طرق بسيطة يستطيع ولي الأمر والطالب والإنسان العادي أن يقوم بها من أجل الوقاية من هذا الفيروس. ولكن قبل أن نبدأ نذكركم بالاشتراك بالقناة، وإن أعجبكم هذا الفيديو أن تضعوا زر لايك وتنشروا هذه القناة حتى تعم الفائدة. وهنا سنتحدث عن 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا، لكن لا يوجد حاليا لقاح لمنع العدوى، خصوصا أن في هذه الأثناء التي أقوم بها بإعداد الفيديو فئران التجارب التي وضعوا فيها هذا اللقاح لهذا المرض قد ماتت، وبالتالي لحتى الآن لا يوجد أي نوع من أنواع اللقاحات، وأي لقاح سيتم إنتاجه سيأخذ فترة من 6 أشهر إلى سنة. لذا أفضل طريقة للقيام بذلك هي تجنب التعرض لهذا الفيروس، خصوصا لكبار السن والأطفال والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، خصوصا في الجهاز التنفسي أو في الأجهزة المناعة. وإليكم بعض النصائح لحماية أنفسكم وعائلاتكم من الإصابة. وهنا في البداية سنأخذ النصيحة الأولى، اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بشكل متكرر. في حال عدم توفر الصابون والماء استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول. صراحة هنا طريقة غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كافية في حال عدم توفر الكحولات، وكثير منا يقوم الآن بشراء المواد التي تعتمد على الكحولات، مع العلم أن قطاع غزة على سبيل المثال لا يوجد كمية كبيرة من الكحول، وكثير من المنتجات التي يتم إنتاجها هي في معظمها سائل جل لا يوجد به كحول، وهذه من الأشياء التي يقوم بغشها التجار. لذا الماء والصابون يكفي، لكن هنا نريد أن نذكر في حالة أن تقوم ب طريقة غسل اليدين يوجد طريقة صحيحة، بمعنى عند عملية فتح الصنبور الماء أو حنفية الماء يحاول إذا أن تفتحها بيديك، بعد عملية الغسل أن تقوم بوضع القليل من الماء على هذه الحنفية، ومن ثم أن تقوم بإغلاقها. لماذا؟ لأنك في البداية تقوم قد لمستها، وبالتالي بعد عملية الغسل سترجع تلمسها من أجل عملية الغلق، وفي البداية تكون يديك متسختان، فبالتالي قد يعلق هذا المرض على الصنبور الماء، فبالتالي قبل عملية إغلاق هذا الصنبور تضع القليل من الماء بيديك على هذا الصنبور من أجل عملية إزالة أي
أنواع أو أي فيروسات أو أي بكتيريا أو أي أنواع من الأمراض تكون قد علقت بصنبور الماء. وهنا متى تكون عملية الغسل؟ عملية الغسل قبل إعداد الطعام، قبل تناول الطعام، بعد تناول الطعام، قبل الخروج من الحمام، عند قبل أو بعد أن تأتي إلى المنزل من الخارج، قبل عملية اللعب وبعد عملية اللعب بالألعاب، وخصوصا بعد عملية التسوق، بعد أي شيء تقوم بعمله أو بحياتك اليومية من أشياء تكون أو يوجد فيها تلامس لأسطح خارجية. لماذا؟ لأن فيروس كورونا ثبت أنه يستطيع وعكل على غير العادة، لأن الفيروسات هي أجسام غير حية بالأساس، لكن فيروس كورونا ثبت أنه يستطيع أن يستطيع أن يبقى على الأسطح الجامدة أو الأسطح الصلبة. لذا هنا تكمن الخطورة في ملامسة هذه الأسطح، لذا تكون عملية الغسل مجدية. الطريقة الثانية، احرص على غسل يديك عندما تلامس سطح ماء في مكان عام أو عند العودة من منزلك من الخارج. الأسطح العامة المقصود بها قد تكون صرافات، قد تكون أكر أو أبواب، قد تكون أشياء كثيرة تلامسها، قد تكون عملية الركوب مع السائقين الأجرة. فبالتالي عند الخروج أو العودة من إلى المنزل لابد أن تقوم بغسل اليدين. في الحالة الأخرى أو الطريقة الأخرى، تجنب لمس عينيك أو أنفك بأيدي غير نظيفة. وهنا نحاول أن نذكر أن يكون معك في هذه الأحيان بعض المناديل التي تكون مزودة بمادة الكحول، وخصوصا المناديل المعطرة، لأنها تستطيع أن تستخدمها في حال أن لك لا تريد أن تلمس عينيك أو أنفك بأيدي غير نظيفة، فتقوم بتنظيف هذه الأيدي. وفي حالة التلامس، تجنب في الطريقة الرابعة، تجنب الاقتراب من أشخاص تبدو عليهم أعراض المرض مثل السعال أو العطس، مع العلم أن الرذاذ هو الأساس في عملية النقل. وهنا الرذاذ يكون بالانتقال إلى مسافة من متر إلى مترين من أي شخص. لابد أن تكون هذه المسافة الآمنة والسعال. لذا في حالة السعال للأشخاص المصابين أو الأشخاص المصابين حتى في الإنفلونزا، حاول أن تعطس في منديل، وأن يكون هذه المنديل الورقية أو المبللة معك باستمرار حتى تكون في مأمن من نقل عدوى الإنفلونزا أو المرض إلى أي إنسان. وحاول أن يكون العطاس على الجوانب بعيدا عن الأشخاص الذين تكون مقابل لهم. ابقى في منزلك عندما تبدو لديك أي أعراض مرضية مثل السعال أو العطاس. ولماذا؟ لأن في هذه الحالة أنت تقوم بعملية حجر صحي لنفسك. هذا الحجر الصحي يمنع نقل هذا المرض، خصوصا أن قلنا أن طريقة انتقال المرض بالسعال. وهنا مشكلة السعال ليس مجرد أن يصل إلى الشخص المقابل لك، لكن قد تكون هذا السعال يصل إلى جسم صلب. هذا الجسم الصلب يستطيع أو آخرون يستخدموه، وبالتالي
تحدثنا أن فيروس كورونا يبقى لعدة ساعات على هذه الأسطح، فبالتالي عند تلامس أي شخص آخر غير مصاب لهذه الأسطح الذي وصل إليها السعال ينتقل إليه المرض. في حال لا ترسل أولادك إلى المدرسة إذا ظهر لديهم أي أعراض، لكن هنا كثير من الدول قامت بإعادة إغلاق المدارس في هذه الفترة من أجل كإجراء احترازي من أجل تقليل من هذا المرض، وصراحة أن هذه الطريقة كانت مجدية في كثير من الدول. وهنا نذكر أنك يفضل أن تستخدم أو تستثمر هذه الأجازة لأبنائك بأن تقوم بمراجعة الأشياء التي أخذوها، تقوم بتحسين المهارات القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، ولا تكون فقط مجرد أجازة للعب. لماذا؟ صراحة وهنا كثير من الأخطاء التي نجدها عند الأشخاص أنهم يتركون أبنائهم في الشوارع. لماذا؟ لأنه يقول لك أنها أجازة، لكن فعليا ما الخطورة لوجود الشاب؟ في كثير من الألعاب يضطر الأشخاص أو الأطفال للتعامل سواء مع الكرة أو في كثير من الألعاب التي تكون تتعامل مع الأرضيات. هذه الأرضيات في كثير من الناس يكون البصاق وعملية رمي مخلفات الرشح من مناديل وشغلات على هذه الطرقات، فبالتالي عند اللعب بالكرة أو اللعب بأي طريقة، وخصوصا أننا تحدثنا أن هذا الفيروس يبقى فترات على هذه الأسطح الصلبة، فبالتالي تنتقل المرض من هذه الألعاب. لكن إذا اضطر أولادك إلى أن يلعبوا في الشارع، لابد عند عملية عودتهم أن يقوموا بغسل الأيدي لمدة 20 ثانية قبل أي أن يلامسوا أي شيء موجود في المنزل. قم بوضع منديل على فمك عند العطاس، ثم قم برميه في سلة المهملات ولا ترميه على الأرض، لأن تحدثنا أن يكون أنه يكون هناك لعب على الأرض في شغلات في طرق معينة أو في عملية الأطفال، فبالتالي خصوصا أن هذا الفيروس يبقى على الأسطح الصلبة. ارتدي قناع واقيا كإجراء وقائي في المستشفيات والأماكن المغلقة المزدحمة، وخصوصا الأسواق في صالات الأفراح، في الأماكن المزدحمة، في المستشفيات، في الأماكن التي تضطر إلى أن تنتقل إليها، لابد أن تضع هذه الكمامات كإجراء أو القناع كإجراء احترازي. قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي لمستها بشكل متكرر، وهذه الأسطح تستطيع أن تستخدم كلور، لكن هنا نريد أن نحذر من بعض الخطورة في بعض الأشياء. كثير منا يقوم بخلط بعض الكحولات أو الأشياء مع الكلور. الكلور قد يسبب تكون غازات عند خلطه بمواد أخرى، لكن الكلور مع الماء فقط هو مطهر كافي في بعض الأحيان حسب نسبة التركيز، ولا يحتاج إلى أن تخلطه مع أنواع معقمات أخرى، لأن قد يتكون لديك بعض الغازات التي عند خلط هذه المواد، وبالتالي تسبب مشاكل أخرى غير مشكلة الفيروس. احرص على طهو الطعام بشكل جيد وتجنب تناول اللحوم النيئة، خصوصا أن هذه الفيروس يموت عند درجات حرارة عالية. فهنا نريد أن نذكر أنك خصوصا لو أنك قد اضطررت أن تشتري أكل من الخارج، تجنب أن تأكل جميع أنواع السلطات. لماذا هذه السلطات؟ لأن السلطات في معظم المطاعم لا تكون مطهوة، وبالتالي فرصة
أن يكون فيها الفيروس تكون كبيرة. لذا تناول الأطعمة المطبوخة بشكل أكبر، بينما في البيت حاول أن تكون عملية التنظيف جيدة جدا للخضار من أجل أن يكون مناعة والتخلص من هذه الأمراض. أي سؤال تريدونه عن هذا المرض اكتبوا لي في التعليقات وسأجيب لكم بطريقة علمية من مصدر مؤسسة الصحة العالمية. ونشكركم على المتابعة ونرجو منكم أن تنشروا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.